بونسوار، اليوم بدنا نعمل صابون سوفانير بيتقدم كادو خطبة أو عمادة أو أعياد ميلاد. بدنا نعمله بشكل هيك جديد يعني مميز. عادة صابون السوفانير بيتقدم بلون واحد، هلا أنا بدي حط مثلا الصابون هون بالمولد وبدي حط ورد معه. عادة اللي بده يطلب بيطلب مثلا كمية 20 أو 50 أو 80 حبة، أنا هيك بيجيني طلبيات صراحة، بس بيطلبوا لون ورد محدد، يعني لون مثلا أحمر أو بدون لافندر أو كاموميل أو هيك. فاليوم أنا هعملكم 5 أنواع، عندي ورد موف، وعندي الروز الأحمر، عندي لافندر، وعندي الجولدن روز اللي هي ورد أصفر اسمها جولدن روز، وعندي الروز اللي لونه أورانج أو سومو هيك. وعندنا الصابون وبدي حط اسينشال اويل. هلا مشان تشوفوا كيف كذا لون، يعني كذا موديل كيف بتطلع لون الصابوني مثلا اذا عملناها بهالالوان كلياتها، ما حددت لكم لون واحد يعني، بس عاده مثل ما قلت لكم اذا سوفينير بينعمل بلون واحد يعني نوع ورد واحد. اوكي يلا خلينا نبلش. هلا مثل ما شفتوا حطيت الصابون، انا هون عندي 2 كاب ونص حطيتهم بحمام مي، بدي انطر المي لتغلي، ضويت الغاز انا، بدي انطر المي لتغلي واعمل لهم حمام مي ليذوبوا الصابون. هلا اذا ما بتحبوا هالطريقه انتم فيكم تحطوهم بالمايكروويف ل30 ثانيه وبيذوبوا عادي يعني، بس انا صراحه بحب هيدي الطريقه لانه بضلني براقب الصابون وضلني بتحكم بدرجه الحراره تبعيته وبالملمس، يعني كيف يكون الصابون مثلا ما بدي اياه سخن كثير او بارد، يكون في هيك قطع بعد كتل يعني. فهيك انا بحب ضلني انه ضلني عم حركهم وهيك ليخلصوا. وهيدي الخشبه الملعقه مخصصه للصابون. اوكي يلا برجع لكم ليدوبوا. اوكي هلا انا من بعد ما داب الصابون عندي صار بهيدي الطريقة، وحطيته أنا بركوة هيك مخصصة، هيدي مخصصتها أكيد للصابون ليتسهل السكب لإلي علي يعني السكب، لأنه بدي أسكبهم بهيدي المولد. هلا في شغلة، الصابون لازم ينعمل بسرعة كتير، لأنه إذا ما انعمل بسرعة حيتتكون عندي قشرة من فوق ونخرب كل شيء عملناه يعني. حخبركم كيف هلا. هلا أول شيء قبل ما أخبركم بدي أحط الأويلز، عندي أنا التيروز، عندي فانيلا، لافندر، وأورنج، وكالندولا. طب هيدولي أنا شو هعمل فيهم؟ هعمل شغلة حلوة، هأخلط هالخمس خمسة essential oils مع بعضهم. أنا عادة بعمل هيك صراحة، والصابونة عن جد ما بتعرفوا ريحتها شو، يعني الصابونة بتطلع ريحتها كذا كذا عطر فيها. اوكي بس هحط كميات كتير يعني كتير سريعة. اوكي ولح حركهم بسرعة وهلا بدي بلش اسكب. طيب هلا انا سكبت هون، اوكي بدي اسكب سنتي واحد بس، بدي قصة دغري بالالكول وحط الورد بسرعة بسرعة كتير على الجنب. اوكي وها هي خلص. ليه عم نعمل هالطريقة نحن وليه عم نسرع؟ الصابونة لما بتحطيها بالمولد بتعمل قشرة، اذا ما اشتغلتي فيها بسرعة يعني بتعمل قشرة وبتخرب لك كل شيء شغل. يعني انت اذا جايكي طلبية 30 صابونة ولا 40 صابونة، إذا الزبونة شافت أي غلط بالصابونة ممكن ترجعها. فأنت لازم تكوني دقيقة بشغلك وشغلك مرتب، يعني تسلمي الصابونة للزبونة بشكل مرتب تتشوفها، يعني لما تشوفها تقول إنه واو ما فيها شيء. أنا هيدي تركتها، هيدي حأرجع أحطها سخنها شوي، لأنه مثل ما شفتوا كنت عم بحكيكم عملت قشرة، شفتوا؟ هيدي القشرة إذا ما بتشتغلوا بالصابونة كتير سريع بتجي هون، يعني بتجي بالسوفانير اللي مخصصة للزبون، وهيدا شغل بيكون منه حلو أبدا. أوكي
هيدي اكيد حارجع انا اشتغل فيها وزبطها وبرجع لكم بالصابونة التانية. اوكي هلا رجعت لكم، هنعمل الصابونة التانية. اوكي وبدنا نحط اللافندر دغري. خلصت عرفتوا؟ هلا ماني عم بحكي كثير بس عن جد هيدول فيهم دقه، خاصه اللي عنده بده يعمل منهم بزنس. هلا انا بشتغل فيهم هيدول، بيجيني طلبات وهيدي صراحه طلبيه حتنزل على السوق، مشان هيك شوي دقيق الشغل فيها. بعرف انه عم كتر حكي شوي بس عن جد هيدا الشيء كثير دقيق. كل كلمه عم قلكم اياها بليز اسمعوها ونفذوها، واذا حابين تشتغلوا وتعملوا بزنس شيء مهضوم لكم هيك مثلا انتم قاعدين بالبيت. كل ست او بنت او صبيه عندهم بصير وقت هيك مثلا انه ما عندهم شيء، مثلا بخلصوا شغلهم، بيزبطوا مثلا اولادهم، بخلصوا كل شيء، يعني بقى بفضل عندهم وقت فراغ. انا بصير عندي كثير صراحه وقت فراغ بس بستغله بهالشغلات هيدي، فمشان هيك شايفيني شوي انه عم بحكي زياده، بس هيدا الشيء لمصلحتكم اذا بدكم، اذا حابين تعملوا بزنس من ورا منه. اوكي لانه انا كثير صراحه بيجيني كومنتس انه شو بنستعمل وقد ايه بضاين وكذا وشو بنعمل وكذا، بقى هيدي كثير شغله مهمه تعرفوها. لننتقل للصابونه الثالثه. هلا انا برايي بهيدي بشوف اذا ما عليها شيء بسكبها، واذا عليها شيء برجع بسخنها شوي، بس الظاهر بدها تسخين شوي. اوكي صار عندي طبقه فوق مني. يلا هلا الصابونه الثالثه. بدنا نحط هلا هيدا الوريد الموف. معلش اذا شلته شوي لهون وكذا، اهم شيء السرعه. هلا الصابونه الرابعه بدي احط لها ورد اصفر. بدنا نعجل شوي، بياخد وقتي انا. اوكي هلا هيدا الشيء ما بيأثر، اذا نزل عندكم شيء فيكم تشيلوها. اوكي وامتصها دغري. وهلا اخر صابونه رح نحط لها ورد اورانج. اوكي هيك بنكون خلصناهم. هلا فضل عندي انا شوي صابون هون، بدي اشوف شو بدي اسوي فيهم وفرجيكم اياهم كمان مع الصابونات لما يخلصوا كلهم. اوكي هلا مثل ما شفتوا الصابون خلص عنا، نطرت عليه تقريبا شي ساعة ونص لبرده كتير منيح لاقدر طلعهم هلا من المولد. حطيت انا شوي جليترز على هيدي، بدي احط على الباقي كمان جليترز، بيعطيهم جمال وبيعطيهم هيك تميز يعني. فيكم الجليتر استعملوه شوي باصبعكم هيك، مثل ما قلت لكم مره بفيلم انه بيعطيهم كانه ورق ذهب، صراحه كثير بيطلعوا حلوين. هلا شخصي كثير طالعين حلوين، ما مبينين كثير بالفيديو بس اذا بتشوفوهم شخصي مميزين. في كثير عالم بيطلبون مع جليترز، وفي عندكم طلبيات بتجي بيقولوا ما بدهم جليترز بس خليهم هيك، بس انا حابه احط لهم. اوكي هلا بدنا نشيلهم من المولد. انتوا ما شايفينهم كتير منيح، ما عم يبرقوا كتير هلا بالفيديو، بس شخصي الوانهم غير مفرفحة اكتر. يلا خلينا نبلش نشيلهم. ليكوا الورد
كتير حلوة طلعت. بدكم تنتبهوا كتير منيح لأن الصابونة رقيقة، فتنتبهوا ما تكسروها. هيدا الورد الموف صراحة طلع هيك تركواز، بس عن جد طلع كتير حلو. نحن عملنا هلا خلطة زيوت مثل ما شفتوا، خلطة اسينشال اويل طلعت كتير حلوة الريحة. مثل ما قلت لكم ما بتعرفوا بتضيعوا لما تشموا الصابونة، بتضيعوا بتقولوا ساعة لافندر، ساعة اورانج، ساعة روز، يعني عن جد كتير حلوة، غريبة الريحة تبعيتهم. عملنا خلطة من خمس انواع اسينشال اويلز. هيدي حطيت كل انواع الورد فيها، عن جد طلعت كمان مهضومة. برجيكم شكلهم طلع. هلا انا فضل عندي شوي، حطيت هيك صابون ابيض عادي وحطيت بقلبه روز لنشيلها كمان. طلعت كتير حلوة. وهيدي حطيت لافندر فيها، ما بتتخيلوا الريحة شو حلوة تبعيتها. ايه وحطيت كمان شوي مايكا موف لانه عملناها على لافندر. هيدي عن جد طلعت كتير مهضومة، ليكن لافندر هون. عادة انا هيك شغلات بحطهم بالخزانة، يعني بين التياب، بيعطوا كتير ريحة حلوة للتياب، بتعقد هيدي. هلا في شغلة، نحنا كيف منغلفهم؟ انا عندي هيك كيس سيلوفان، هيدول بينشروا من المكتبات او من محلات اللي بيبيعوا اشياء تبعوا للسوفانير. بدكم تنتبهوا كتير منيح انتوا عم تحطوا الصابونة فيها. هلا عادة انا اول شي الصابونة بحط لها من هون هيك، بحط لها شريطة بقلبها، بعلقها قبل ما احطها بالكيس. اوكي خليني ححط لها شريطة وفرجيكم كيف بتطلع. هلا مثل ما شفتوا بدي احط لهيدي، عندي انا هيك شيء، هذا بيجي خيط مثل الشاموا موجود وين ما كان. بدنا نقص قد ما بدنا منه، بدي احط بقلبها خرزة هيك لونها موف كمان تلبق للصابونة. يعني شوفوا كيف طلعت، ونرجع نربطها من فوق. ما عم بستحكي لأنه لابسة كفوف. هيدي هيك بس مشان ما تتركوا الفتحة تبعيت الصابونة مبينة، ما حلوة لأن شكلها هيك مفتوحة. وبدنا نقص هيدول. هيك بصير فيكم تعلقوها وين ما بدكم، بالخزانة، بالحمام، أي محل. هلا بنرجع نجيب الكيس. أوكي
بنحط بقلب الكيس شوي ورد على لون الورد اللي حاطينه. انا بما انه حاطه هون لافندر ححط ورد موف. اوكي بهيدا الشكل. وبنرجع بدنا نحط الصابونه. هلا بدكم تنزلوا الصابونه بدكم تكونوا كتير دقيقين ما تضرب الصابونه بالكيس، لانه اذا ضربت بالكيس الصابونه بتوسخ لكم الكيس وبتجلغمه. اوكي نرجع نعملها بهالطريقه، ننزل هيدي شوي. كثير بدكم تنتبهوا، شغله دقيقه منا هينه. تعملوا الكيس هيك وبدنا نربطه من فوق. هلا انا حربته من فوق، فرجيكم شكلها النهائي كيف بصير. وهيك بيكون شكلها النهائي. هيك الورد جوا الكيس ضله نظيف ما توسخ ابدا. وهيك بتحفظوا الصابونه ما تعرق، لانه الصابونه هيدي هيدا نوع الصابون هو الملت اند بور، يعني اللي بيتذوب واللي بينسكب. هيدا نوع الصابون اذا ما دغري بتغلفوه بالنايلون او بتحطوه بكياس هيك بتنتزع الصابونه. بس اذا عملتوه بهيدي الطريقه او لفيتوه بالنايلون تبع اللي بنغلف فيه البلاستيك، يعني الاكل بنغلف فيه وهيك، ما بيصير له شيء ابدا. هلا بدي فرجيكم صابون انا عملتهم من راس السنه، من كريسمس ونيو يير. اجاني طلبيه صراحه وفضل عندي كم صابونه، حفرجيكم اياهم كيف ضلوا الصابونات محافظين على شكلهم، يعني لهم من النيو يير تقريبا كم شهر، شيء 7-8 اشهر، كيف يضلوا بشكلهم المرتب واللي ما بيصير لهم شيء ابدا. حفرجيكم بس كم صابونه. ليتو هيدي عملتها، شوفوا شو حلوه، هي صابونه كامله وحطيت لها ستراس بقلبها، طلعت كثير مميزه. وحطيت لها هيدا الشيء من فوق انه للمناسبه، يعني لكريسمس. هيدول شوفوا هيدول شو حلوين. ليتو الصابونه كيف محافظه على شكلها وما صار لها شيء ابدا. هيدول بيضاينوا كتير، يعني ما بصير للصابونة اي شيء. يعني انا هلا براس السنة في اعرضهم عادي ارجع. وهيدا لك شو مهضوم. شوفوا هيدا كتير في شغلات حلوة عملت وقتها، قصص كتير حلوة. ليكو هيدا سطان حطيت لها وردة هون. شفتوا كيف الصابونة ما صار لها شيء ابدا. اهم شيء تغلفوها، اهم شيء يعني تغلفوها دغري، ما انه تنطروا لتاني يوم ولا هي، خاصة اذا في شوب دغري بتنتزع الصابونة. ليكو هاي شوفوا عن جد بعدهم كتير مرتبين. خليكم كم وحدة لانه ليكو الالوان انتو، شوفوا هاي لونها شو حلو. حطيت لها وردة تركواز. عن جد يعني ما لكم قالب تستعملوهم، يعني أكثر شيء أنا الصابون اللي بعمله عم ياخذوه بس ليعرضوهم، بتصدقوا؟ شوفوا هاي. هيدي سودا لونها، هيدي رائعة. ليكو الصابونة كمان، شفتوا؟ الصابونة ما صار لها شيء أبداً. أكيد الكواليتي كمان تبعت الصابون كثير منيحة. هيدي كتير حلوة، في هيدي الحمرة. حسب كل مناسبة انتو بتجيبوا هالشغلات، يعني انا مثلا يجيني امرار لأعياد ميلاد، ل يعني ولاد ولادي مثلا، صبي بنت، بتحطوا الشغلات على حسب هيدا. مثلا صبي وبنت تعملوهم زهر او فوشيا للبنات، للازرق اصفر للصبيان، كثير في قصص حلوة. يعني انتو اذا بتنزلوا على السوق وبتتفرجوا وحسب الزبونة شو بدها، امرار هي بتجيب لكم الاغراض الاكسسوارات لكم، مثلا اعملوا لي الصابون وزينوهم بهيدي. عاملة كل الالوان، ليكو الزهر شفتوا، ليكو عن جد
صابوني بعدها قاسية ومرتبة، ما صار لها شيء ابدا. وبهيك بكون خلص فيلمنا لليوم. هيدا اخذ شوية وقت الفيلم لانه كان بده تحضير وهيك. هلا فرجيكم شكلهم النهائي ومنقلكم باي باي. هيدا شكلهم النهائي، هيدي بعد ما تغلفيت هيك صاريت بعد التغليف. كتير طلعوا حلوين ومرتبين، بعد ناقص انهم نحطهم اكيد بالكيس نغلفهم بالنايلون مثل ما قلت لكم، لانه ما بنقدر نتركهم ابدا مكشوفين والا بينتزعوا. لهون بكون خلص الفيديو. اذا حبيتوا الشغل بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ليوصلكم كل شيء جديد ومميز. ميرسي.